السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أجيب على سؤال هام: في أي عمر هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بداية أعزائي، الهجرة النبوية كما نعلم بأنها حدث تاريخي وذكرى ذات مكانة عالية عند المسلمين، ويقصد بها هجرة النبي محمد وأصحابه من مكة إلى يثرب، والتي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة بسبب ما كانوا يلاقونه من أذى وعذاب من زعماء قريش، خاصة بعد وفاة أبي طالب. وكانت في عام 14 للبعثة الموافق ل 622 ميلادي، فبالتالي كان هذا الأمر نوعا ما كما ذكرنا بأنه يكون يوم جمعة، والذي جاء نوعا ما هجرة ومكانة مقدسة.